بعد عنده أرقام يقدمها. قال عن نسبة البطالة موريتاني عنها 10 والله 11%. وأنا بعد اليوم تلفنوا لي الثاني اعلن هذه العائدات اللي عندنا من النفط. نحن بعد قابلوا نقبة هي فاشي مشات ونحن تحية للرئيس أحمد ولدان. تحية للرئيس أحمد ولدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة أيتها الأخوات، تحية التقدير، تحية النضال، تحية الرحيل. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هنيئا لكم وتقديرا لكم وطوبى لكم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، باسمكم جميعا أحيي الرؤساء الحضور وأحيي الشعب الموريتاني العريق الشهم الذي عرفه التاريخ بالبطولة وبالعلم وبقطع الطريق أمام الطغاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، باسمكم جميعا وباسم موريتاني في كل مكان أحيي الشعب المصري العظيم، شعب الحضارة، شعب التاريخ، شعب الثقافة، وأحيي هذا الرئيس المنتخب اللي لا يشرك بالله شيئا، محمد مرسي. وانصح الجيش المصري اللي عزيز علينا ومحتاجين له في جبهة القتال، انصحه انه يحمي مصر من أعداء مصر ومن أعداء العروبة ومن أعداء الإسلام، ويتحاشى الفتنة بين المصريين وبين المسلمين وبين المناضلين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، نحن هنا موريتاني، زاد احنا عندنا ما يشغلنا. نحن هون موريتاني عندنا عناصر من الجيش، ولنا ابقى اشارك مع الجيش وما قد خطوا النار ولا قد شاركوا بعملية قتال ايا كانت. ابقانا مولانا بهذه الجماعة القلة يقال المضرة، وجعلوا هم ومعودوا يحولوا بيننا احنا والديمقراطية، وباسمكم بعد قايل لهم عن ذاك ما لا يخلق ان شاء الله، وهم يحولوا بيننا احنا والحضارة
وقايل لهم ان شاء الله من اقوى ولي خليك. وهم هم يحولوا بين نحن والثقافه، وقال حد منهم الثقافه قاعد ما هو معدل ماشي. يقول احنا المهمه عندنا الثقافه، ومهمه عند الشعب الموريتاني وبني عليها. ولا نقول على هذا الشعب الموريتاني اللي فيه الشعراء الحق حق، وفيه المثقفين الحق حق، وفيه العلماء اللي حق حق، وفيه الصالحين اللي حق حق. هذا الشعب الموريتاني يا جمعوا الاسلام اللي يقول في النزيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الشيخ أحمد بنبا رحمه الله الحمد لله ما قال مولانا إن أكرمكم عند الله أبيضكم جدا. هذا الشعب الموريتاني اللي عبر التاريخ جمعه الإسلام وإخاذ دين وقيم الدين ما قط في الدنيا. حنين حد حنين حد يقول سابق الاستقلال انه قط شاف دقيقه بين الكوار والبيوار. ابدا ابدا. اذا دخلك شيء لا الا ورا الاستقلال وباللعب على عقول الناس وبس وبس الفتنه وكونها الفتنه تبلغ بين الناس. يقال الناس اخوت اخوت في الله اخوت في الوطن اخوت في الحاضر وفي المستقبل. وهذا الحكم اللي فات جاب لنا ميشي الناس سجون، وانا ما اطالب هون بسمكم عن سجن المرية عن انفل وعن سجناء المرية انهم ينتصروا. وطالب مملي ومطالب عن سجناء غوانتنامو عن تستقبل موريتاني. قالوا الولايات المتحدة أنا عندهم سجناء من موريتاني وإنهم ما يقدروا حد يسلموهم له. بهم اللي بلا حكومة وبهم اللي بلدهم وإلا وخلعنا بلا سياسة. نحن طالبين عن هذا السجناء اللي حتى الآن الحكومة ما تعرف عددهم ولا يهتم بهم انهم يجوا الموريتاني ويرجعوا لذويهم ويجمع به شملهم. ولا نقول عن هذه التصرفات كاملة، هذه التصرفات كاملة والتخباط هك وهك وسكنير اللي يجي من هك وهك أو سكنرات اللي هون ما نعرفوا الصورة البشرية بهم. يقال بعد لا نقول لكم رواية أنا ماني خصيص في القضية. يقال إن قال لي عنهم الوساهم ما يصلحوا بهم اللي عندنا منهم كلهم 16 بارد وبارد تراني ما نعرف ليش مثلنا 9 من أولاد عبد الله. يقال قالوا عنوك اللي صالحين ذوك اللي صالحين يعودوا 64 بارد جابوا لنا هون شيء مدروق ما هو صالح لشيء، وبالتالي عادوا الاطباء يويشهم ولا بعد يصفوا الا يقزنوا يقولوا هذا بعد يقد يعود كذا ويقد يعود كذا. قال ما هم مقرشين على شيء. وهذا خطير بالنسبه للمرضى وخطير بالنسبه لموريتاني. ابناها تقبل اموال طائله من فقرائها وتندار في شيء لا فائده فيه لا يسمن ولا يغني من جوع. المستقبل حتى ان المضادات الحيويه يقولوا لكم انا ما يخالق. هذا شنو؟ هذا شنو؟ ومحمد عبد العزيز يقول عنا عندنا مليار من الدولار بحسابنا الخارج، احنا ندوروه اليوم القيامة. والله ندوروه يعودوا فيه فوائد ربما يفهم حد. نرقف احنا مرضانا يموتوا، قالينهم اشياء جايبينهم بضعة ملايين
واحنا عندنا مليار نتبجحوا به. هذا هو التسيير السيء بعينه. نحن كفايه البلد علينا نغيروا هذا اللي احنا فيه. علينا نغيروا هذا النظام اللي الحالك بقمزة والفاسد بدمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. ما اتهمها تعود كيف الأمم، وتعود كيف الأمم الراقية، وتعود كيف الأمم اللي تبني حضارة جديدة وتتعاون من أجل أن الشعب يرفع بالثقافة وبالصحة وبالعيش الكريم. يلا تقوم الروسها، ويلا تنابل، ويلا تنابل بوسائل النضال الشتاء السلمية، من اعتصام، من مسيرات، من مهرجانات، من كتابات. وهذه القضية أساسية، ولا يالله حد منا يتكلها لحد. ما يالله يقول هذه قضية أحزاب، ولا يالله يقول هذه قضية صحافة. يالله الناس كاملة تعرف أنها ظروف عسيرة، وأنها يالله تتعاون وتتكاتف وتحلب بالزور. الرحمة بينها إياك تخرج من هاي الظروف الصعبة المؤلمة اللي هي فيها، تتلاحب بركب الحضارة وركب التقدم وركب النمو الاقتصادي والاجتماعي. هذا هو اللي اخترت نقول لكم، ومرة أخرى نختار نجدد لكم باسم الزملاء رؤساء الأحزاب، ونجدد لكم شكرنا وامتناننا وتقديرنا لهذا اللي من حمزة قالوا لي عني مشكل لجنة التنظيم، فارجع لا شكر على واجب. والله بعد اللي يستحقوا الشكر، وراني شاكرهم. يقول هم مناضلين وقالوا على انفسهم انهم ماشيين في المسار ان شاء الله بعرقهم وبفترتهم وبوسائلهم المادية والمعنوية حتى النصر، والنصر قادم ان شاء الله.